أنا بحكي لك القصة. قصة هاري بوتر تدور أحداث القصة وتدور وتدور وكله بدور، واليوم زي مبارح ومبارح زي بكرة. هاري بوتر، هاري ولد يتيم وبيحزن مسكين والدمع بعينيه، بتربى ببيت خالته وجوزها مع ابنهم الصغير. ابنهم الصغير مسقع وجهه بارد كتير، بضايقه حقنة وما بنهضم، وفجأة وعبو غفلة توصلوا رسالة مع بومة بيضة. مضمون الرسالة: معلم هاري، مدرسة هوغوارتس لتعليم الساحرات والسحرة ترحب بكم. شو قلت؟ بفكر وبسأل خالته، وخالته بتضايق وبتحنش وبتصارحه بالحقيقة اللي بتغير حياته. مضمون المصارحة: والله يا خالتي مش عارفة من وين أجيب لك إياها، بس أبوك وأمك كانوا من أشجع السحرة بالمنطقة، وفرخ البط عوام. بدخل المدرسة وبتعرف على هاجريد حارس البوابات، ورون الولد الخالص، وهيرميوني البنت الأمورة، وطبعا دامبلدور مدير المدرسة العتيق. وبتبلش القصص، إشي مع حصان وحيد القرن، وإشي مع القناطير، وإشي مع الجن، وإشي مع التنانين، وإشي مع العنقاء. توصل اللورد فولدمورت، والمزح بقلب جد. فولدمورت ذباح أم وأبو هاري، زلم شراني وساحر بخافش الله، لعبته السلبطة. وشوفت الحال بتلاقوا وبتدب شرارة النار بعيون هاري، بدقوا بعض وبتولع بينهم ضربة من هون وضربة من هناك، عضوا شد شعر ممنوع، بفقعوا شرارة سحرية بلعن طافسوا فيها، بخلص وبخلص السحرة من شره، ودم أم وأبوه ما بروحوا هدر. ويا هيك الأولاد يا بلا، بيكبر بمدرسة هوغوارتس وبصير بعيون الناس بطلوا قدها، وخالته ترفع راسها فيه، وابن خالته بيضل على نفس حالته، وخالته وحالته زي بعض، بس النقطة تقلب الموازين، وسبع أجزاء طلعوا من راسي. شو اسم صاحب القصة؟ هاري بوتو؟ هاري حاله دخان، 3 باكيتات باليوم. هاري بوتر. إذا عرفت الجواب امشي على روس أصابعك، بلاش حدا يصحى عليك وياخده منك.